أعلنت تركيا تعليق مشروعها لاستكشاف المحروقات في منطقة متنازع عليها شرقي المتوسط، في بادرة ترمي إلى تهدئة التوتر الشديد مع أثينا. وأعلن إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان أنه طالما أن المفاوضات جارية فإن أنقرة ستتريث قليلا لاعتماد موقف بناء. وأضاف أن اليونان بلد مجاور مهم بالنسبة لتركيا، وأن بلاده على استعداد للتحاور معه.